افتتح سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة وبحضور سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية النسخة 11 من سوق المزارعين البحرينيين والتي تقام في حديقة البديع النباتية بشعار أبطال المنتج المحلي. نعم، وشهدت الساعات الأولى من افتتاح سوق المزارعين البحرينيين حضور حشود كبيرة من المواطنين والمقيمين والزوار، حيث تم عرض المنتوجات البحرينية من المزروعات والمواد الغذائية من الصناعات التحويلية. ملتقى سنوي يجمع المزارعين وأصحاب الاختصاص في الشأن الزراعي يجتمعون في حديقة البديع في النسخة 11 من سوق المزارعين والذي انطلق اليوم ليغدو علامة مهمة من علامات التسويق للمنتج البحريني العضوي هو الطازج ذي الجودة العالية بمشاركة 33 مزارعا يمثلون مختلف المنتوجات الزراعية بالإضافة إلى نخبة من المتخصصين في الشأن الزراعي. النسخة 11 من سوق المزارعين البحرينيين، هذا السوق الذي تنظمه وزارة شؤون البلديات والزراعة بالتعاون والتنسيق مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي كأحد مبادرات التي تنفذها الوزارة بناء على توجيهات الحكومة الموقرة لدعم ملف الأمن الغذائي ودعم المزارع البحريني. يتميز السوق في حلة جديدة بشكل جديد، تم مضاعفة مساحة السوق مرتين عما كان سابقا، أيضا هناك العديد من الفعاليات. الهدف من هذا السوق هو التسويق للمنتج البحريني، إيجاد منصة تسويقية للمنتج، وإن شاء الله يكون هذا السوق معلم ترفيهي سياحي تسويقي لدعم الزراعة والتنمية المستدامة في مملكة البحرين. دخلت شركة STC بشراكة مع المبادرة الوطنية للتطوير الزراعي في البحرين، وطبعا نحن نعتز ونرى أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام في هذا الجانب، ومصرين وملتزمين بهذه الشراكة وديمومتها من أجل المصلحة العامة ومصلحة المجتمع ودعم البنية التحتية للرؤية النبيلة لصاحبة السمو. أهمية كبيرة لسوق المزارعين تكمن في كونه أحد أبرز الأسواق التي تمكن المزارع البحريني من تسويق منتجاته، حيث تسعى الوزارة سنوياً إلى استقطاب آلاف الزوار الذين يجدون في هذا السوق مقصداً لهم. وفي هذا العام تم تطوير السوق بالتعاون مع عدد من الجهات الداعمة لتحقيق هذا الهدف. المزارع البحريني المنتج ماله، تسويق المنتج المحلي، أصناف الأنواع الأشكال الجديدة، وش اللي تطلع الأصناف الجديدة من نفس الأصناف، أشياء واجد جديدة تطلع، يعني كل سنة صنف غير جديد، وبالذات حتى لو انت فرضا عند الشمام مزروع كان في البلد من قبل، بس شنو الاصناف اللي تجيبينه تستديمين عليه تزرعينه الجديد؟ احنا السوق هذا يعني ننتظره من موسم لموسم، كل سيزن نحاول نبدع شنو عندنا، يعني نشوف السنه الانتاج اللي تشوفينه في السنه غير عن العام، غير عن السنوات اللي قبل، سنه عن سنه المنتج البحريني قاعد يتطور. متنفس لجميع المواطنين، فيه جميع مستلزمات اللي يشوفها المواطن من فواكه، من أي شيء، منتجات البحرينية، من مطاعم، متنفس كامل نشوفه في هذا المكان. يا ريت إن شاء الله في كل سنة وكل سنة راح يطول في هذه المدة. يعني سوق المزارعين حلي واجد، وعمبا البابا يوديني هني ها كل أسبوع، والخضرة البحرينية حلوة واجد. برامج وفعاليات متنوعة ومصاحبة لهذا الحدث السنوي، والذي يلعب دورا كبيرا في تشجيع المزارعين على تطوير الانتاج الزراعي المحلي، بالإضافة إلى خلق أجواء خاصة لزوار السوق صغارا كانوا أم كبارا. سوق المزارعين منصة متميزة ورئيسية لدعم المزارع البحريني في تسويق منتجاته المحلية، وها هو ينطلق اليوم حاملا في جعبته الكثير من الأصناف والألوان المختلفة من المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات المصاحبة والمسلية لكافة أفراد العائلة. خولة القرينيس، مركز الأخبار، تلفزيون البحرين.